ولنقاش الملف الإيراني والاستهداف المتواصل للمصالح الحيوية بعمليات لم يعلن أحد عن المسؤولية عنها. ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا سيدتي، شكرا. سيد أحمد، بعد استهداف الحريق الذي كان في مصفات طهران واندلع حريق آخر في خط أنابيب نفط الأحواز، كيف تفسر هذه الوتيرة المتصاعدة من الحرائق للمصالح الحيوية في إيران؟ طبعا واضح بعض الدلائل تشير أنه هذه ليست أحداث بالصدفة جاءت وحصلت، نظرا لأن أولا مصفات طهران تفجرت فيها 6 نقاط في لحظة واحدة بعيدة إحدى عن الأخرى. هذا والخبر الذي لم يأتي في تقريركم للأسف ولم يصلكم أساسا، طائرة حربية، طائرة عسكرية في قاعدة في الأحواز، طائرة F-5 أمريكية الصنع، أمس والطيارين صعدوا عليها، اشتعلت فيها النيران وقتلوا الطيارين وهم على الأرض. بمعنى أنه هذا الانفجار بشكل خطير اللي حتى ما تمكنوا أن يخرجون من الطائرة وهي على الأرض. بمعنى هناك تحركات موجودة وهناك مناوشات موجودة، لكن النظام لم يعلن عن ما حصل في سوريا أمس أيضا. ربما نبقى في هذه النقطة بالحديث أيضا عن هذه سلسلة الحرائق. كان هنالك غرق السفينة التي قالت أمريكا أنها كانت محملة بالأسلحة، هل هناك ربط بين الحرائق التي شهدناها في طهران والأحواز وإغراق السفينة؟ بالتأكيد هناك ارتباط، لأن هذه الأحداث لم تأتي بالصدفة مثل ما أشرت أنا بداية، والسفينة احترقت أيضا مثل ما احترقت مصفات النفط والطائرة في مكانها. السفينة خلال ساعات قليلة نزلت إلى قاع الأرض ولم يتمكنوا من إنجاح من تفريقها من الأسلحة اللي فيها والمعدات اللي فيها، وهي سفينة تبحر في مناطق مختلفة من العالم، هي جاية من اندونيسيا وماليزيا قبل ايام. ففيها الكثير موجود هناك، وهي تتابع كحارسة على بعض السفن الإيرانية التي تجوب الابحر للتدخل في المناطق المختلفة، خصوصا المناطق الإسلامية في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط. بالعودة إلى خط أنابيب نفط الأحواز، ما الأهمية الاستراتيجية لهذا الخط وما حجم الأضرار التي ترتبت عنه؟ طبعا في الأحواز أي حريق في النفط يحصل بالتأكيد له تأثير وله أهمية كبرى، لأنه ليس عابرا. الأحواز هي كل النفط الإيراني ينقل من الأحواز، كل المؤسسات النفطية في إيران ترتبط بالأنابيب اللي موجودة في الأحواز، تنقل من بواسطة هذه الأنابيب. الغاز أيضا نفس الشيء، فأي حدث يحدث بالنسبة للنفط والغاز في الأحواز هو له تأثير كبير على كل إيران بالتأكيد. فحتى ولو كان تعطلت الأنابيب ساعات قليلة، هذا بسبب أهمية الأحواز وأهمية النفط من الأحواز، والتأخير منه يعني التأخير على مؤسسات كبيرة في داخل إيران كله. كيف يمكن أن تؤثر سلسلة الحرائق هذه في المصالح الحيوية الإيرانية على المحادثات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي، وتحديدا على الموقف الأمريكي؟ طبعا بالتأكيد سيكون لها تأثير سلبي لصالح إيران، وهذا يعني أن يمكن لإيران هي نفسها تقوم ببعض الحرائق، خصوصا ونحن لدينا مبرر نقول هذا، لأن الحور العظيم اللي موجود بين جنوب العراق وبين الأحواز احترقت فيه 30 ألف هكتار من الهور كله بالكامل. لأن هذا يدعون، هم يدعون أنه هناك أعمال موجودة بالأحواز وهناك حرائق
يسببونها الأحوازيين وغير ذلك، لكن هي الواقع هي خطة للحرس الثوري اللي يقوم ببعض هذه التحركات، أما ضد ضد رئيس الجمهورية، وأما لمواجهة إسرائيل، وأما لحجج أخرى هم يتبنونها. شكرا جزيلا لكم. المتخصص في الشأن الإيراني محمود أحمد حدثنا عبر سكايب من لندن.